اولا الجرب مش عيب، ثانيا مش بالضروره له علاقه بالنظافه، ثالثا ممكن يجي لاي حد عادي. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن، والنهارده هحكي لكم ازاي هرشه بسيطه حولت حياه دكتوره علا طالبه تالتة طب لشهر كامل من التوتر والقلق وحالة من الانكار العاطفي. ايوة، موضوع النهاردة هو الاسكيبس، ايضا يعرف به الجرم. علا طالبة في تالتة طب، مفيش في حياتها غير الكلية والمذاكرة ومركزة في دراستها جدا. وفي يوم من الايام وهي قاعدة بتذاكر في اواخر ساعات الليل وكل الناس نايمة، اتفاجئت بهرشة بسيطة. الموضوع بدأ بسيط في الاول، بس واحدة واحدة لقيت نفسها بتهرش زيادة عن اللزوم، مش قادرة تتحكم في الهرش. الهرش بدأ يمنعها عن التركيز في المذاكرة، بدأت تخربش نفسها وتجيب دم من كتر الهرش. بتلاحظ في الوقت ده ظهور حبوب حمراء صغيرة منتشرة في جسمها كله، والهرش بيزيد عليها تحديدا بالليل، بالذات في الاماكن الداخليه وتنايات الجسم. مع الوقت الهرش بيبدا يسيب علامات، وبتلاحظ ظهور خطوط رفيعه تحت الجلد. علا بتبدا تتوغوش، دخلت على النت على طول وبدات تدور على الاعراض اللي عندها، وعشان هي طالبه طب وعندها شيء من المعلومات الطبيه، قدرت تجمع معلومات صحيحه بنسبه كبيره، وبدات تشك ان اللي عندها بناء على الوصف اللي وصفناه ده هو سكيبس، ألا وهو الجرب. لا، أنا مش جربانة، ده أنا بستحمى كل يوم، أنا بستخدم صابون الديتول اللي بتقضي على 99.9% من الميكروبات. مش معقول 1% ده يطلع جرب. دي الأفكار اللي كانت في دماغ علا لما شكت في التشخيص ده. بدأ الخوف والشك يملى ذهنها، والإنكار هو شعار المرحلة. لا 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 لا، أكيد أنا بوهم نفسي، مش معقول يعني عندي جرب. واحدة واحدة أدركت إن هي لازم تروح لطبيب متخصص يفحص الحالة يشخصها مظبوط، وقررت تدور على اشطر دكتور جلدية في مصر والوطن العربي وتروح له. طبعا مش غريب ان هي وقع اختيارها في النهاية على العبد لله. دخلت عليا علا العيادة وهي قلقانة وخايفة، واكتر حاجة خايفة منها ان انا اكد لها التشخيص اللي هي بتفكر فيه. بعد ما كشفت عليها وبصيت على جسمها كله وسمعت منها تاريخ الحالة، الحقيقة ان انا كنت متأكد بنسبة 99.9% ان التشخيص هو سكيبس او جرب. انا بقعد اقوله بالانجليزي لان اسمه اشيك بالانجليزي، يعني كلمة جرب دي ممكن بتزعل ناس، بس يعني هو اسمه كده يعني. هذا ما وجدنا عليه أبانا. وبرغم ان انا عارف كويس جدا ان هي هتتضايق لما تعرف التشخيص ده، بصيت لها وهي بصيت لي بعين طفولية مليئة بالامل، مستنية ان انا اقول لها اي حاجة الا سكيبس. خدت نفس عميق، بصيت في عينيها جامد وقلت لها يا علا انت عندك سكيبس. احنا هنكذب؟ ايوه عندها سكيبس، الاعراض كلها بتقول سكيبس، شكله سكيبس، اعراضه سكيبس، فبالتالي هو غالبا سكيبس. الحقيقه ان الصدمه والحزن اللي واجهت بيهم الخبر اثروا فيا، وقعدت تقول لا وازاي، انا نظيفه وبستحمى كل يوم. انا كنت عارف ومتاكد من التشخيص، وكان ممكن ااكد اكتر على الكلام اللي انا قلته، بس بناء على الحاله النفسيه قررت ان انا اديها مخرج نفسي وعاطفي صغير. قلت لها احنا مش متاكدين بنسبه 100%، وبناء عليه هناخد العلاج، ودي حاجة بنسميها في الطب تجربة علاجية. احنا شاكين في تشخيص معين بنسبة كبيرة، ولو المرض استجاب للعلاج ده، ده بيأكد لنا التشخيص اللي احنا شاكين فيه. طيب ايه هو علاج الجرب؟ علاج الجرب بيتقسم لحاجتين، علاج للمرض نفسه اللي بيموت الحشرة اللي بتسبب الجرب، وعلاج للأعراض اللي بيسببها الجرب. العلاج الأساسي بيكون في صورة دهان أو لوشن يحتوي على مادة اسمها بيرميثرين بتموت الحشرات اللي بتسبب الجرب، أو مادة اسمها ايفيرميكتين وهي بتقوم بنفس الوظيفة. الدهان بيدهن على الجسم كله ما عدا الوجه، حتى الأماكن اللي ما فيهاش هرش والأماكن الداخلية وتنايات الجسم، لأن الحشرة ممكن تكون عايشة في كل أماكن الجلد حتى لو ما عليهاش أعراض. والدهان غالبا بيتساب على الجسم بحد أدنى 6-8 ساعات عشان يموت كل الحشرات اللي موجودة. بيتكرر مرة واثنين وثلاثة على حسب الحالة وشدتها، وممكن ناخد معاه برشام يحتوي على مادة الايفيرميكتين بجرعة مناسبة لوزن المريض علشان نقضي على العدوى بشكل تام. مصاحب للعلاج ده بيكون في علاج تاني عشان يقلل اعراض المرض، وهو مضادات الهستامين عشان تقلل الاحساس بالهرش، غالبا كمان بنوصف كورتيزون
كورتيزون موضعي، واحيانا نكتب مضاد حيوي عشان نمنع العدوى البكتيرية الثانوية في اماكن الهرم. ولو المريض جلده مش حساس بنوصف له كمان صابونة كبريت للاستحمام او صابونة مطهرة من اي نوع. العلاج ما يقتصرش بس على الحاجات اللي قلناها دي، كمان لازم في تعليمات بننفذها مع العلاج، لان الحشرة بتعيش في الهدوم وفي الاقمشة، فلازم المريض يستحمى بشكل يومي بالصابونة اللي مكتوبة له، ولازم الهدوم اللي بيلبسها وفرش السرير اللي بينام عليه والفوطة اللي بيستخدمها، الحاجات دي كلها تتغلى كل يوم غلية على النار، والحاجة اللي ما ينفعش تتغلى بتتنشر في الشمس وتتكوى كويس قبل ما تدخل الدولاب تاني. الكلام ده كله بيكون على مدار اسبوعين، وكل اهل المريض او كل الناس اللي مقيمين معاه في البيت لازم ينفذوا معاه العلاج، لان لو عالجنا شخص واحد وسيبنا اللي حواليه في الاغلب العدوى هترجع من الاشخاص المحيطة بيك ليك تاني. هو ده الكلام اللي انا شرحته لعلا وقلت لها هننفذ العلاج وهتجيلي بعد اسبوعين. لو لقيتك ان انت اتحسنتي معنى كده ان تشخيصنا صح. الكارثة كانت بالنسبة لعلا ان هي لما جات لي بعد اسبوعين حزينة ومصدومة، لان هي خفت وتقريبا كل الاعراض راحت، وده يأكد التشخيص بنسبة 100%، وده زود صدمة وحزن علا اكتر واكتر. قعدت معاها وفهمتها اللي هي مش فاهماه، ان الجرب يا جماعة هو عدوى زيه زي اي عدوى، زي البرد مثلا بيتنقل من انسان لانسان تاني. محدش بيقول اصل انا جالي برد يا نهار اسود ما ينفعش، عيب ده انا نضيف. لا، اي نعم الجرب بيتنقل اكتر في الظروف البيئية السيئة اللي بيكون فيها الناس قريبة من بعضها زيادة عن اللزوم، زي مثلا معسكرات الجيش او الحبس، ولكن مش بالضرورة قلة النظافة او البيئة اللي بنو وصفها دي تكون السبب الوحيد للعدوى. اللي بيسبب الجرب هي حشرة اسمها ساركوبتس اسكيبياي. انا عارف الاسم صعب فهقوله لكم بالعربي لان انا بحبكم. الحشرة اسمها القارمة الجربية. الحشرة دي بتحفر جوه الجلد وتبيض البيض بتاعها، والبيض ده بعد حوالي يوم او يومين بيفقس ويطلع حشرات تانية جديدة تنتشر لاماكن تانية في الجلد او تنتشر لناس تانية بتحتك مع الشخص المصاب. وفي انواع من الحشرة دي بتتنقل من الحيوانات لبعضها، واحيانا من الحيوان للانسان. وهي دي كانت حال الدكتورة علا بعد ما قعدت اسألها كذا سؤال وحققت معاها. عرفنا ان العدوى كان مصدرها قطة من الشارع، صاحبتها الانتي اخدتها عندها في البيت. القطة عادت صاحبتها وصاحبتها عادت علا، بما ان هما مع بعض ليل ونهار كل يوم في المحاضرات، يعني ما كانش ليها اي ذنب في الموضوع ولا النظافة ليها اي علاقة بالعدوى. باختصار الموضوع كان خارج عن ارادتها، ولكن زي ما شفنا كان سهل علاجه. علا اتعافت تماما من كل الاعراض اللي كانت عندها ورجعت لحياتها الطبيعية ودراستها، وتعلمت درس مهم جدا جدا جدا، وهو ان كلنا معرضين للعدوى في اي وايا كان نوعها، سواء كان برد او كان جرب. الاصابة بالعدوى مش عيب، ولكن انكارها والامتناع عن علاجها هو اللي عيب، لانه بيعرض الناس اللي حواليك للاصابة بنفس العدوى. لو الفيديو ده عجبك اوعدك ان الفيديو ده كمان هيعجبك، اتفرج عليه واشترك على القناة. انا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير.